السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. مقابلة شيقة ومقابلة تاريخية وفيها أسرار عديدة جدا، فيها سر خطير سوف نكتشفه الآن. حسين جناد، أستاذ حسين جناد الإعلامي المعروف، ضد مقابلة ومواجهة ضد الصحفي المعروف أيضا بالخرجات الغريبة مصطفى معزوزي في قناة معروفة دير تحب لي قناة زرشي تي في اللي تحب الباز، راح تسمعوا كلام قوي. معزوزي يتهم حسين جناد انه لو كان روروا ما كانوش يتكلموا اتباع روروا فيما يخص تغيير القوانين. لاول مره الجزائر تريد تغيير القوانين حسب خير الدين زاتشي، قوانين مكيفه باسم خير الدين زاتشي. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، تشوفوا العجب بالعجاب. لما وجهت لي الدعوه باش نجي نحضر معاك ما قلتليش بلي راح نتكلموا على روراوا، انا هذا روراوا راه عنده 4 سنوات من اللي مشى. هذا الكلام اللي قال الاستاذ الاعلامي المعروف حسين جناد حول روراوا، انه راه انا تكلمت عندي اكثر من عامين او ثلاثه ملي قلت خلاص نساو روراوا، روراوا فيروس روراوا هذا اللي اصبح درك الان في قناه زاتشي تي في وبعض الصحفيين تابعين لزاتشي تي في تابعين لاتحاديه زاتشي تي في عفوا، راح فيروس روراوا خلاص راح يعني عيب عيب، الرجل راح ما بقاش كل مشكله روراوا، زلزال روراوا، بركان روراوا، كورونا روراوا، يا ودي انتوما تخافوا من روراوا اكثر من تخافوا من فيروس كورونا، يعني شي 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 يندى له الجبين، يعني عيب. نساو روراوا نساوه، 4 سنين رئيس الاتحاديه خير نزطشي خير الدين نزطشي تسير هاوي في 4 سنوات الا الكوارث، اذا يكفي منه من تقريب الموجع يكفي. انا واحد كيما مصطفى ما نقولكش انا من لا 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 انا واحد اسمح لي انا واحد كيما مصطفى نقولوا هذه اللي مازال تهضر غير على روراوا 4 سنوات وكل ما تدخل تبدا بروراوا روراوا روراوا، هذا روراوا راح، هذا روراوا عنده تقريبا سنتين ونصف من اللي ادلى باخر تصريح، اليوم مازال تهضر لنا غير على روراوا روراوا، هذا روراوا ما عادش يولي غير ما تخافش. اليوم انت راك تقول ما رانيش ندافع على زوتشي، يا رجل الطريقه نتاعك هذه راك تدافع على زوتشي الف الساعه، انا نتمنى اليوم كنت تهضر لنا على الطريقه اللي جا بها خير الدين زوتشي، وعلاش ما درتش هذاك الوقت؟ هذاك الوقت كنت تقولوا بان اللي يمشي للفيفا اللي يمشي للفيفا خائن الوطن، وكنت تقول عليهم حركه، وكنت تقول تسميهم تبعتوهم بشتى النعوت، واليوم تقول لي راهو راهو ما راهوش دخل راهو، اليوم راني انا اسكو تجينا هنا تدخل فيفا، هذه حقيقه صح اللي قالها الاستاذ حسين جناد. لما انتخب او نقولوا عين زاتشي بطريقه معروفه ملتويه، الادهى والامر انه رئيس الاتحاديه السابق روراوا مش كاش كان قادر يشكي ونتعاقبه حقيقه، لانه خروقات قانونيه صارخه جدا في انتخابات خالد الدين زاتشي في 2017 مارس، الشهر المعروف الشهر اللي بقى في التاريخ مارس 2017 بقى للتاريخ، يعني تحطيم القانون دهس على القانون، يعني شي خروقات قوية وكبيرة جدا. لكن أتباع زاتشي ومطبلين الاتحادية قال لك اللي يشكي خاين الوطن، اللي يشكي الفيفا خاين الوطن، والحمد لله أنه رئيس الاتحادية سبق مشكاش للفيفا، قلتو خاين الوطن اللي يشكي، والآن حبيت تشكو بالجزائر على اساس انه واحد فاشل حابينه يبقى يزيد عهده ثانيه بالفشل نتاعو، وراح نتعاقبوا الفيفا تعاقب المنتخب الوطني، ما تدخلوناش شعبان في رمضان ما عندهاش علاقه اصلا، الفيفا ما تدخلكش في القوانين نتاع بلادك وما تدخلكش في السياده نتاع بلادك،
يكفونا من استغباء الناس، يعني يكفي. هضروا على رواوة، إذا عندك فيدوروتا باش نهضروا على رواوة، ما نقوليش نهضروا على رواوة، أنا ما جيتش اليوم نهضر لك على رواوة، أنا كاين أمر واقع رانا عايشينه اليوم مع هذه الاتحادية جينا نهضروا عليه، اليوم إذا كانت تحبنا كما أنت تحب زوتشي، تحبنا كما نحبوا زوتشي معاك، هذيك حاجة واحدة أخرى، هذه اسمح لي مصطفى، هذه ماشي هضرة نهضر فيها، شاك فوا غير نهضروا تجبد لنا رواوة، غير تجبد لنا رواوة، تجبد لنا رواوة. لماذا يا استاذ؟ لان روروا فيروس، روروا فيروس، الله غالب، ما عندنا ما نديروا، روروا فيروس، يحلموا به، يحلموا به في المنام، روروا يحلموا به في المنام، مازال عندهم عقده روروا 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 روروا، يا ناس فيقوا، راني قلت لكم الا راكم تخافوا من روروا اكثر من فيروس كورونا هذه كارثه، راني نشوف فيكم تخافوا اكثر من تخافوا من فيروس روروا اكثر من فيروس كورونا. طلعوا شويه النيفو، راه السيد راح، راح عرف في 4 سنين خطاكم يا ناس، خافوا ربي. سيد راه عليكم خلاص، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اعطونا حنا تيديكم، اعطونا واش خدمتوا من 4 سنين والو، هاكم دافريك تحسبوها عليكم يا اخي، ما كنتوش تقولوا بلي رئيس الاتحاديه خير الدين زطشي راح يجيبوا الموتس مدرب المنتخب البلجيكي، وما قلتش انا، قالها نمبر وان الذراع الايمن لزطشي، كي يقول نمبر وان كلمه ادوها من عندي كلمه، لانه كل اسرار المنتخب كانت في يده، وكل المعطيات نتاع الاتحاديه كانت عند النمبر 1، وهذا شيء نعمه، هذا ما نقدروش نخفيوها، هذه حقيقه، كي قال نمبر 1 انا نمبر 1، صحيح هو نمبر 1، نمبر 1 في الاخبار الحصريه للاتحاديه والمنتخب الوطني، بحكم ماذا؟ بحكم انه صديق صدوق لي خير دي زاتشي، اذا يبقى هو نمبر 1 حبينا ولا كرهنا، هذه حقيقه. ويلموتس هو مدرب المنتخب الوطني، ويلموتس هو الناخب الوطني بعد رابح ماجر، ما كان ني بالماضي ني غيره، ويلموتس هو المدرب المنتخب الوطني وبدرجه اقل رونار، والفهم يفهم، هاو كفانا. اذا هذو الناس هما اللي راح يحكموا المنتخب الوطني، هما مدربي المنتخب الوطني، اذا اين دور الاتحاديه في تتويج كاس افريقيا؟ ولا شيء، حتى من اللاعبين ما تنساوش اكثر من 80% ولا 85% لاعبين ما جابهمش زاتشي، اذا ما نكذبوش على بعضنا، اذا لا ناقه ولا جمل للاتحاديه في التتويج بكاس افريقيا، اذا اتحادية فاشلة على طول الخط. واش دار لك على روراو؟ يا اخي اللي عندك مشكلة مع روراو صفيها معاه، علاه غير تشوفنا احنا تهضرنا على روراو؟ ماليش تذكر لي روراو، انا روراو خلاص انتهى، وعندي روراو هذا تقريبا عندي تقريبا سنتين ما شفتوش، اليوم ما تبقاش بني غير روراو، مالو كان روراو، مالو كان روراو، ايه لو كان روراو، ممكن ما نهضروش، ممكن نهضرو، وعلى تجبد لنا امور اللي ما كاش منها. سبحان الله مصطفى. بالك بالك تقطعني، يا ما تقطعنيش، خطره انا راح نسبه، راح نقول كلام قبيح، خطره ما نعرفش نواجه. هاش هاش صحفي واحد يرد عليك بالادله، قال لك يا خويا روا راح راح سي بون، لا تبقى تحكي لي على روراوا ما روراوا، ودي خلاص سيد، اعطينا واش قدم صاحبك، اعطينا في 4 سنين واش قدم صاحبك، شكون اللي جاب الكاراز وماجر وتيكان وين وروح وروح وروح، وجاب سعدان نحاه، وجاب ما شرف ونحاه، وجاب عاشي ونحاه، وشكون وشكون اللي جاب باتيلي ونحى، وشكون وشكون شكون جابهم روروا؟ خاف ربي روروا يا خويا، قلنا راه فاشل اسيدي، معليش قاهي، رغم انه الفاشل روروا بالنسبه لزاتشي انجازات. دركا راح ندخلوا في واحد الكلام لي نيفو اللي ما عندوش الحجه باش باش يغطي حجته بالسبان بالشتم. شوفوا دركا في قناه زاتشي تي في واش راح تسمعوا، للاسف هذا هو المستوى، هذا هو النيفو، هذا ما حلبت البقره. انت حسين اشوف حسين، لا نقطعك نقطعك، لو يكون الكلام يعني خارج الكلام الرياضي ها تقبلوها عادي عادي في النهار، علاش تقطع ما تقطعوش؟ قالوا انا نظف منك، هو حسين جناد الاستاذ جناد ما يتكلمش يعني لا على على واسمه معزوزي شخصيا، تكلم على رئيس الاتحاديه وتكلم على تسيير نتاعو، واش تدخل شعبان في رمضان في امور شخصيه؟ سيد ما جبدكش ما تكلمش عليك، بالرغم انك معروف يعني لسان ناطق لزاتشي وماجر، هو من اشد المدافعين على ماجر هو مصطفى معزوزي، يعني عرف العام والخاص. سيد ما جبدكش ما تكلمش عليك يا مصطفى معزوزي، اتكلم على التسيير وعلى هذه الخوف من الاتحاديه، تخاف على تغيير القوانين، على عدم تغيير القوانين والفيفا، ما فيفا علاش نخاف؟ ما خافش ما تخش عليا، ما تغطوا، انا ماشي شرجان، انا راني شفت عليك انتم محقرين،
لا قول عبد الدرجي قال لك انا ما سيبورتيتش بلدان ضد منتخب بلادي شرا وقاويه و... اسمع 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 الاخره هذه الاخره مليحه بزاف هذه الاخره مليحه بزاف باب اولا لا اولا لا لا يا عليش لا يا عليش واش قال له قال له تلاقيتك مع ربعه مع ربع شهود يوم الشاهد يوم ربعه وبالسياره نتاعي واش قلت لك وراك رايح قلت له انا ما نسيبورتيش ليكيب دو فرانس المنتخب الفرنسي قويه يا اخي قوية شتو هذا مو يشكوا في محرز وابراهيمي وفي غولي وبن ناصر قال لك لاعبين فرنسيين ومن بعد تقول لي انا مع ليكيب ناسيونال وبالماضي ما بالماضي نذكرك يا معزوزي ماكش انت اللي قلت بالماضي عنده صال كاركتر وكاين الادله يا اخي العزيز صال كاركتر اذا ما تجيش باش تدافع لي على زطشي وتضرب بالجهه المقابله راك مع بالماضي وراك انت اول الناس اللي كنت مع ضد المنتخب الوطني انا مهما يكون زكشي مهما يكون ماجر مهما يكون لكن ابقى نحب بلادي وماذا بيا بلادي تربح نتمنى الخساره لبلادي ونسيبورتي منتخبات ضد بلادي وصلت بيا الدرجه هذه هذا هو سي مصطفى معزوزي ودرك تشوفوا كيفاش يتهرب ومن بعد يكوبي خلاص ما تسمعوش صوته لان ما كان الناس هذو ما وامثاله كاين بعض منهم الصحفيين مش كل على كل حال فئه قليله لما ما يقدرش يواجهك يعود يسبك ولا يلوح لك في امور شخصيه تقيسك نتايا وتقيس العائله تاعك ولا امور شخصيه تاعك بصح باش يواجهك بالادله ما يقدرش يواجهك لما يلقى ناس ضعاف ما عندهمش الحجه والبرهان يعود يبين في العضلات نتاعو وانا ويديرو لكن الانسان اللي ما يعطيه بالادله ودوك تسمعوه كيفاش تهرب ومن بعدها تروح المكالمة وتروح هلا غالب هذا هو يخيفينا يخيفينا اللي يجي اللي راح يستلم المشعل ولا يستلم التركه وخاصه اذا ما عاد مش منتابع ليهم راح يشوف كوارث وكوارث وكوارث كيف كان يسير المكتب الفيدرالي وكيف كانت تسير الاتحاديه راح تشوفوا كوارث اذا يجب ان يكون اما نحن نترشح لعهده ثانيه او يكون تابع لنا يعني ما يكونش بعيد على الملح نتاعنا هذه هي هذه الاتحادية علاش ما تكلمش تقول بالاتحادية عندها أمين عام ضعيف وضعيف جدا علاش ما تقولهاش حقيقة نحن لما كنا ننتخبوا زدتي ها هي النتيجة اليوم وين بانت ها هي النتيجة اليوم وين تكشفت انت الاتحادية اللي ما تعرفش قال له واش تكون واش دخلك واش دخلك السيد قال لك اخويا اهدر لي اعطيني الاتحادية تاعك واش كاين تقول له واش دخلك من حقه يتهدي يهدرك فيها واش دخلك هاك انت تسب راه وراه ليل نهار روح ما هدر معاك رغم انه راه بعيد عن الساحة بعيد عن الساحة خلاص ياك تجبدو فيه مكانش برك باش تحطو في ما عندكش حجة دوك راه وراه برك ما تهدرش قال له واش دخلك عمرك ما تعقدت هذا الاتحادية حسين لا هذه نخليو ايضا مصطفى عنده حق الرد ايضا يهدر لكن بهدوء مصطفى وبدون انفعال بهدوء قلت لكم ولا ما يقدرش يواجه ما يقدرش الله غالب هذا الشيء اللي كاين يصير يسب سب الناس منافقين ما منافقين هذا هو المستوى لما تكون ما عندكش حجه سب الناس لما يعود ما عندكش دليل ولا برهان ولا حاجه تقدمها تبرر الموقف تاعك ولا حاجه تستند عليها ما عندكش السند ما كانش واش دير نسب الناس
نسب الناس، نقول لهم منافقين، نقول لهم كذا، نطيح عليهم، نسبهم في امورهم الشخصيه. ما عنديش برهان، ما عنديش باي، ما نقدرش نواجه الامكانيات تاع المواجهه، ما نقدرش نواجه. انا ما عنديش نقعد نسب الناس، نشكك فيهم، منافقين ما منافقين، هذا هو النيفو. ما يقدرش الله غالب، ما عندوش المواجهه. استاذ حسين ما تلومش، الله غالب ما يقدرش يواجه، يسبو خلاص واش عادير، هذا هو ما يقدرش. دوك يكوبيا ما يقدرش، الله غالب ما يقدرش يواجه. بصح الفاس فاس تعبوا، هذه الصحافه بعضها مش كلها حاشاه. ما يقدرش يواجهك عاود يسبك، واجهني يا اخي فاس فاس بالادله. جيب الادله تاعك وانا نجيب الادله تاعي، جيب الادله تاعك وجيب الادله تاعي. لا تسبني، لا تشتمني بكلام مش مليح، علاه كلام غير لائق. منافق ما منافق، كلمة كبيرة كلمة منافق، هذه ماشي سهلة والله، ما هي سهلة كلمة منافق للأسف. ما يقدرش يهضر، يعني يهضر تبان الحكاية عليك على ولد علي، ما يقدرش يهضر عليه، امبوسيبل مستحيل. عاد ينهج لو الوزير ما تكلمش عليها، ما تكلمش عليه عادي، ديكتاتورية ذيك وحطان الناس عادي، التصوير اللي جابيه زتشي عادي، هذه نورمال. طب تدروش عليها بالعكس، ثم قلتوا لي يشكي للفيفا على التصوير تاع زتشي، راهو خاين الجزائر، التصوير تاع زتشي خاين الجزائر. بصح اللي عارض قوانين الدولة واللي حاب الجزائر تتعاقب ما عليهش، هذاك مش خاينها عادي، لازم فيفا ما تعاقبناش. عاد ينهج ما قدرش يريبوندي. عينا في 2017 وحنا تروا روا، شكون حي الملائكه دائما تروا روا، لا هضروا على اللي راهم من الان، هضرنا على اللي راهم روا روا. الديكتاتوري وداروه الديكتاتوريين وداروا شي يحب وراح روا روا، هذا تاع هضرنا على اللي راهم من الان. حسين خليه يجاوب بعدين نعطي لك الكلمه. تفضل تفضل مصطفى، لك البيودو بيودو مصطفى. راه مصطفى راه ما عادش يقدر يريبوندي هذا قلت لك والله غالب، والله غالب هذا مصطفى ما يقدرش يريبوندي، يسب الناس وكذا ويكوبي ينهج، ما قدرش الله غالب عاد ينهج سوبر. اخيرا باش نختمو، عرفنا باللي للاسف كاين صحفي اللي شجع منتخبات اجنبيه ضد منتخب بلاده، وقال على اللاعبين انه المنتخب هذا ما يمثلنيش منتخب فرنسي، يعني مبولحي ومحرز وبن ناصر وكل بقيه اللاعبين، انه منتخب فرنسي ما يمثلنيش، وهو نفسه الشخص اللي دافع وباستيماته على رابح ماجر، ودافع على رابح ماجر على طول الخط، وهو ايضا اللي دافع على زتشي ودافع على تسيير الهاوي تاع زتشي، وهو اللي هاجم اللاعبين المنتخب الوطني، والان يتغنى انه بالمنتخب الوطني ويدافع على زتشي، وما زتشي دافع على زتشي، وزعما يلعبها منتخب وطني وكذا، اللي بالامس القريب كان يشجع منتخبات ضد منتخب البلد نتاعو، ونفس الشخص اللي قال على الناخب الوطني صال كاركتر، مثل ما قال هو الحرب القذرة ايضا صال كاركتر، لما ترجمها انفسر روحها الروح. هذا الشخص للاسف يدافع على شخص انتهت، بالنسبه لي انتهى زتشي خلاص، ما بقاش نهضروا عليه يعني، خلاص بالنسبه لي مرحله وفاتت، لكن هو يدافع بالسيماته، يدافع بالسيماته للاسف. لما ما يقدرش يواجهك بعزوزي راح يقول فيك كلام غير لائق، انا تمنيت انه يواجه بالادله، حتى عنده راي مختلف بصح مليح الراي والراي الاخر، لكن للاسف ما قدرش يواجه، عادي يسب في الناس ومنافقين ما منافقين، هذا المستوى للاسف، بدون تقديم يعني شيء ليستفيد منه ولا المشاهد ولا القارئ ولا يعني ما كانش، يعني ما نقدرش نواجه ونقابل الناس ونروح نسبهم ونشتمهم، يعني مستوى للاسف مستوى في الحاضر. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.